حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هلال بن عامر المزني عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى على بغلة وعليه برد أحمر. قال ورجل من أهل بدر بين يديه يعبر عنه. قال فجئت حتى أدخلت يدي بين قدمه وشراكه. قال فجعت أعجب من بردها. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا شيخ من بني فزارة عن هلال بن عامر المزني عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على بغلة شهباء وعلي يعبر عنه